ويعني جاك الايدي يعني الايدي بهدل. انا بالغنى عفوا استاذ بس سؤال بطرح نفسه، اذا انت هون مين عم بخرج؟ هيك انت والشباب خلص اخر سين. اوكي اسفين الازعاج. لو سمحت بشتر شو بدي اللي بالك على التصوير جاي. بهدلني. اسمع لا لا ولا اسمع ولا اشي. جا انا مخرج ولا لا؟ لا لا يا زلمه انت شيخ والله يا عمر. انا مخرج ولا لا؟ بس هلا انت ابو المخارج بحالي. هلا طاقه 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 اسرع عبد الله اسرع. تعال على يمينك. خلص عمر اطلع وقف قدام. صباح الخير. احنا صاحيين الساعة 5:30 6 الصبح رايحين نشوف موقع التصوير في هذا الوقت كيف الشمس بتكون فيه، يعني لسه قبل ما تطلع الشمس عشان نعرف لما نصور كيف راح تكون الإضاءة. بسط النعاس وهي لسه الشمس ما طلعت. يلا اللقاء. خلصنا سكاوتينج وبدنا نروح نشتغل في البيت شوي، بعدين نرجع نكمل سكاوتينج العصر والمغرب. صح شباب؟ لا عمل لي هيك. امسك الكاميرا. مدينة الملاهي الرابعة بجوز نيجي بنشوفها زي ما انتو شايفين عشان التصوير. هاي قاعدين بنصور ميوزك فيديو لدانا هي اسمها حرزاني. حرزاني رح اطلع هسه ممثل في ميوزك فيديو معهم. ما عم بقبل. خليك هون اطلع عليه اطلع عليه كذا اطلع على الكاميرا هيك نفس ما كنا لطيفين. يلا على السريع خلينا ناخذها. بنروح هناك ناخذ لقطات البي رولز وبين عم نعمل هيك بنعمل بس اللايتنج سيت اب للسياره 100% تمام. اوكي يس. كثير حلو الاتيتيود للبرفورمانس يعني الاكشنات بتكون قويه بتكون مرتاحه. هذا اللي كان بدي اياه. خلص اوكي يعني بعد شوي رح يصير اكثر. لا حاليا الساعه 9 الصبح صرنا مصورين تقريبا 3 مشاهد طلعنا هذا المشهد. ترقب تعال نعرفك على الشباب. نتعرف لا جد والله نتعرف على الشباب. معنا عمر صوالحه هو السينماتوجرافر. هذا حمار ابو احمد. نايس تو ميت يو. معنا حسين. انا الدي او بي من السينماتوجرافر بكون على المونيتور وهذا الاوبريتور. هذا ما تصوره مش طايق تعال. وين مين وصلك هون؟ تعال نتعرف على الصبايا بنرجع لك. معنا مريم. ورجيهم الديزاين. معنا آية. معنا أزل. شتني بستنى. ناصر. بس بحب خلاص بشتغل فوكس باخذ الصورة وين الترشيح. شو بشتغل صحيح؟ بيت فادي موريس هون. بديش. هون؟ بهاي الكم. نحط هذا السموك عشان يصير ضوء الشمس داخل علينا بطريقه واضحه اكثر. ثانك يو. تامر لوك اوت. هيز حرزاني. بالضبط.
شو رايك بالاداء والمخرج والاجواء؟ والله لازم يشد حيله صراحه، مش عجبني كثير. سيء سعاد بتحسن يعني مع الوقت. اوكي شو انا بدي ادفع لك؟ وانت يا مال البروديوسر شو ما عندي البادجت من تحت ايدي بتطلع. ايه وين دار؟ مش بس هذا البروجكت نديلي دار، مش بس هذا البروجكت في كمان بروجكت. اه بس اخوان بسيطه يعني. لا والله ما حد فعله فش بيحكي على صاحبه اللي عايش معه بنفس الدار وقدام الكرو انه انا مش مخرج شاطر. لف علي تف علي لف 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 صاحبي. احنا بس بحب اوجه رسالة لابو الرمال انه احنا بنهز الورد عشان نشمه. تعال تعال اشرح لنا، تعال ايش رح يصير هون؟ هون بغني وبفتحوا الديسكو برموا كل محل. رح نصور هسه مشهد انا رح تكون وقفة دانا والبنت وتكون بتغني. هلا بنورجيك كيف بطلع. موهوم الهامة والزام سلطانة وخدام مش كاينة أفهام سأل لو بتستاهل. الدنيا الصبح كل واحد مشغول مصور عند كاميرته وطعم الإضاءة بجهزه ومترين عند الميك اب، فإن شاء الله يكون يوم حلو. طبعا أنا يعني مخرج بعبش قاعد بطلع بس، بس الأسبوع الأسبوع اللي مرق واللي قبله كان كله تجهيز، فأنا جاي أشيك إنه كل شيء تمام. يلا 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 ايوه يلا ورا مريم قربي جنبها شوي. مرحبا مرحبا، كيف حالكم؟ لحظة بس الكاميرا مش تعود. خلصنا تقريبا نص التصوير، هسا رايحين على اللوكيشن الداخلي يعني جوا البيت عندي رح نصور هذا المشهد. طبعا احنا بصناعة الافلام نشتغل كثير يعني، ببلش تصويرنا من الساعة 6 الصبح نحكي، بنضل للستة المغرب يعني 12 ساعة ورا بعض، ويكون بس عندنا بريك واحد اللي هو بريك الأكل. اليوم بتخيل نقعد لنا 16 ساعة لأنه لازم نخلص بيوم واحد، فمتعب. عندنا رحلة لسه، عندنا أكثر من لوكيشن، في لوكيشن أخير بجنن رح تشوفوه يعني إن شاء الله، وإن شاء الله يطلع حلو يعني. أنا متحمس لصراحة، لحد الآن كل اللقطات اللي أخذناها بتجنن. لحظة وصلنا هاي الكرو. هاي الكرو. ايه يا عم حبيبي اخبارك ايه؟ تعال بدنا نجننهم للعماره اليوم. ايه طبعا حارس عمارتنا. لا 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 هو بعدنا، انا لحرق الصور انفخش. يا يا شيخ ده انت عسل. هي 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 شو رايك بالميوزك فيديو لحد الان؟ والله التصوير بتجنن بس ناقص بالاخراج يعني. لا عامل رولينج انه الصوره اخراج رائع صح، بس الاخراج شوي ناقص يعني. والله واحد لحد الان ما دحني ولا واحد، انا مش عايز اروح والله. معنا المعلم تامر هو الاي دي، يحكي لنا شو كيف رايك؟ صراحه حلوه الاضاءه كمان. حلوه والاداء حلو والمخرج لا يعني لا بس يعني. حبيبي حبيبي بهدلني. طب اسمع. لا لا ولا اسمع ولا اشي، ولا واحد راضي يعترف اني مخرج. يا جماعه يا جماعه انا مخرج، انا مخرج ابو الشباب. خدني معك يا عم صوره. عم والله انا مخرج ولا لا؟ لا لا يا زلمه انت شيخ والله يا عم. انا مخرج ولا لا؟ بس هلا انت ابو المخارج بحالي. ايوه ابو المخارج. هلا طب اسال السؤال. احتمال لازم نسقط مشهد حكالي يا إما تاع الكراسي، تاع الكراسي او تبع هذا الكليمون. خلينا نشوف كيف تطلع اذا هذا يمكن. هاي طب طبعا زي ما انتم شايفين هسه طالعين على اللوكيشن الداخلي جوا بيتي، فان شاء الله يطلع حلو ونصور اشياء فخمه. شو اكلنا؟ شاورما شنب. طبعا بيعملوا اكل دجاج ولحمه، شاورما تاعتهم هيك صغيره. خدي خلص تمام. اكلتي كيف الشاورما؟ والله بتجنن. خربتي الشط يا كلمي بدي اشتغل. يلا روح. هاي جيران. اهلا اهلا الجيران. طبعا كلنا في الميكرز احنا في العماره بس شفتوا. طبعا عندنا الجيران بيجوا باخذوا شويه باخذوا بيساعدوك في العلاقه. كانت انت لا تشور بس ساعتها فيه. معنا المخرج وسام قطب. مخرج كل هذا العمل، مخرج الدعايه. انا اللي بحبه في هذا الطابق الاشياء الغريبه. امبارح
كنا ناس طبيعيين. اليوم في صقر في الغرفة. صقرين صورتهم؟ لا لسه. نار احنا ما بنعرف شو معناه بس احنا حابينه فبدنا نعمله اللي هو هيك كراسي جو عمق فني يعبر هذا المشهد عن القوة البصرية السينمائية التي تتلاشى مع الأجزاء في الجو والطقس مع الشمس والمد البصري. اوكي. يعطي انطباع للمشاهد بأنه هذا المشهد ارتستيكي. ايش هو؟ ارتستيكي. بدك تشوفها فن، بدك تشوفها فن برجع لك. بدنا نبي هير. شوف. فخلي الكراسي وراها شوي. اه اوكي. فهمت قصدي؟ طيب يلا خذ. So Karma. Okay. So here, this is where she'll be standing. So base it on this. Everything should. No, a little bit. Yeah, a little bit closer. تعبت يا جماعة. تعبت. خلص مش قادر صراحة. ضل عندنا كمان مشهد. وخلص كثير تعب. بين انا حاملها. ضحكت عليك وقولي حاملها بس حاطي ايدي. بنصور بهذا الميوزك فيديو، ثاني ميوزك فيديو الي مع دانا. صراحة متحمس له، حاسه رح يطلع حلو كثير. لأول مرة ما بشتغل مصور، بكون بس مخرج، مرتاح يعني. هم بيصوروا ورا وأنا قاعد بحكي معكم. آخر وقت ضل عندنا آخر لوكيشن بالليل، رح يكون إشي كثير حلو. هلا بتشوفوه لما بدنا. I'm caught in heaven like 24/7, losing my grip of time with you. With you. وصلنا آخر لوكيشن لتصوير اليوم. إيه تفضلوا. ها إيه. دبوس ابو الرمال اخوي. شو الوضع عين ولك؟ وضع جيد هلا ولك صاحبي دبور من القدس. ان عن قد انا وانا هلو هلو هاي هلو. حمسين يا كثير. طبعا هذول الثلاثه راح يكونوا معنا هسه بالمشهد الاخير. طلع كيف كلهم نفس التصميم. مرحبا. هاي ما بدك اصورات؟ خلص انا اسف انا اسف انا اسف انا بعتذر اسف. كبرت اليوم الصبح كانت اصغر صارت اكبر. مرحبا يا جماعه، خلصنا تصوير ورجعنا على الدار تعبان كثير. بلشنا على 5 الصبح، خلصنا على 11 بالليل.
كل إشي رح تكونوا شفتوه كانت هاي يعني خلف الكواليس. وحكونا إذا عجبكم الفلوج ذا سينز والأشياء اللي نعملها. اسمعوا عملوا لي لايك وسبسكرايب وإن شاء الله تكونوا انبسطتوا.